وأذان على المبنى بسم الله بسم الله بسم الله بيحيي جهتنا بسم الله بسم الله والله أكبر أزم وكبر والله أكبر أزم وكبر وقول يا رب النصرة تكبر. شكرا والآن مع القائد الكبير أخونا الفاضل والمحترم ربنا يبارك في عمره وصحته أيضا من قادتنا العظام وذكرياته القائد الأستاذ محمود مغربي. علاء واحد اثنين ثلاثة ثلاثة اثنين واحد محمود مغربي جوه قلب الواحد. السلام عليكم. التلفزيون بيصور ورانا يعني. بسم الله. بعد الجلسة. طب تسجل يا هالة. شكلك سماري شكلك ملمحي حتى لوني أمحي لون خيرك يا مصر مصر مصر. هنصور كتير. ممكن لا بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب اختصار لميت كل أنا ربنا يخليك لنا خير. الله يخليك. انت بتنزلها على اليوتيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرف وانا واقف امام حضراتكم المنصه الكبيره في هذا اليوم يوم 6 اكتوبر يوم رد الكرامه لمصر والمصريين بل وللعرب. احنا الايام دي بتفكرنا او بترجعنا لاكثر من 51 سنه. افتح المايك. اكثر من 51 سنه نقول الحمد لله ان ربنا ادانا عمر وكنا نتمنى الشهاده لكن اراد الله سبحانه وتعالى ان نكون احياء مع حضراتكم ونشهد ما قالت اليه مصر بعد حرب 73. حرب 73 احنا بنقول انها كانت الجوله الثانيه عشان الجوله الاولى اللي كان في 67 يعني كان شوط اول خاسر انما فوقنا فوق المصريين الحمد لله. اكتوبر دروس وعبره. اكتوبر ما هياش كلمه بتتقال هي بتدرس حتى الان في اكبر المعاهد والكليات والجامعات العالميه. اللي وصلنا لنصر اكتوبر بعض النقاط اذكر منها سريعا زي ما قال اخونا القائد امير. اكتوبر اول حاجه الله اكبر واراده الجند المصري. اول حاجه كانت الله اكبر واراده الجند المصري. اذكر اول ما عبرنا جينا على ارض سينا كلنا نزلنا على الارض بنبوس الارض والتراب بتاع سينا. الله اكبر الله اكبر كانت بتسمع اللي في القاهره واللي في تل ابيب. الحمد لله ده سر من اسرار انتصار حرب اكتوبر. وان ينصركم الله فلا غالب له. التجهيزات والاستعداد اللي قامت بيها مصر يعني تخطيط جيد يعني تنظيم جيد هو ده اللي ادى الى النصر.
إلى جانب إرادة الجندي المصري، ودي إرادة الجندي المصري ذكرها أكثر من قائد إسرائيلي في أكثر من مواقع ومجلات وكتب. إرادة الجندي المصري، أنا اتجنبت سنة 68، كان يوم عيد ميلادي 25/12/68. أنا كنت أمين عام مساعد لشباب الهرم مع الدكتور مصعب عويس، وكان أيامنا الانقلاب بتاع اللجنة المركزية بتاع علي صبري والمجموعة اللي انقلبت على، فبدأوا يقبضوا على بعض الشباب مننا، احنا كنا بتوع منظمة الشباب. خدت شنطتي، كانت شنطتي وركبانة، نحب الرحلات طبعا والمعسكرات من زمان. خدت شنطتي خدت بعضي، قلت المكان الوحيد اللي اقدر اروح في مكان امن هو الجيش، اللي بلغوني ان في اثنين من زمايلنا في الحركه بتاعتي يتقبض عليهم، قلت مفيش غير الجيش. خدت بعض شنطتي ورحت الجيش مع الناس اللي داخلين يتجندوا، قالوا انت بعت لنا التأجيل للمعهد، قلت له معهد ولا كل، انا عايز اخش الجيش يا ابني، روح. لا عايز اخش الجيش، خش. طبعا الحمد لله دخلت الجيش يوم 25/12/68، على اني اخد سنه سنه ونص، خدت 7 سنين بالظبط في القوات المسلحه. والسبع سنين دول كلهم الحمد لله بنفتكرهم دلوقتي ذكريات جميله. رحت، كانوا بياخدوا المؤهلات ودونا نستلم او نتدرب على الدبابات البر المائيه. فكانوا بياخدوا دفعات المؤهلات في الدبابات البر المائيه. قعدت سنه اخد الفرقه وطلعت سلامة الدبابة بعد ما اتدربنا عليها سنة. رحت فرق الستة مشان الجنيكا، القائد السرية النقيب سمير فرد، قائد السرية النقيب سمير فرد. أنا كنت أول سواق دبابة برمائية في الكتيبة بتاعته أو في السرية، هو قائد راجل خبير كما هو حتى الآن، علاقته بينا حتى الآن في كل يوم يمكن لسه بعت لي على الواتس القادم المقالة بتاعته اللي هتبقى تنزل بكرة إن شاء الله. عشان نختصر كتير، بعد ما اتدربنا طبعا هو لازم يفر، ما كملش معانا وراح الشؤون المعنويه او راح القياده. راح القياده قبل الحرب بحوالي يعني شهور، اللي هو ذكرها الكلام ده في المقال بتاعه اللي كان اول يوم. احنا كنا في نقطه اسمها الجفره، اللي حضر القوات المسلحه يعرف نقطه الجفره، منطقه الجفره قبل السويس بحوالي 30 كيلو. قبل السويس، ودي كان المكان اللي هننطلق منه ان شاء الله للعبور. انما احنا اتدربنا تدريب، هرجع للتخطيط الجيد اللي بقول عليه، ومن التخطيط الجيد موضوع الشفره للراحل رحمه الله عليه الحاج احمد ذكره اخونا الاستاذ الذهب. الحاجه الثانيه، احنا اتدربنا على كيفيه عبور القناه للدبابات الجويه. كنا بنروح الرشاح الناصري في برقاش وفطاطه، كنا بنتدرب على دور هناك، لان اتعمل لنا ساتر ترابي، نفس الساتر الترابي اللي كان موجود في القناه اتعمل في الفطاطه وفي الغالب، ونفس الرياح الناصري عشان سرعه الميه فيه، سرعه الرياح في الميه فيه نفس السرعه بتاعت القناه. قعدنا نتدرب فيه اكثر من سنه على كيفية العبور، كيف نطلع ونخش على الفتحات اللي هتتفتح في الساتر الترابي، وما كانش لسه في الساتر الترابي اتفتح. فكانت عبور القناة والنظام ده كان طبعا بفضل رجال القوات المسلحة من المظلات، التفادع البشرية بتوع البحرية والمظلات، وكان الساتر الترابي لسيادة اللواء مجدي زكي بائي اللي هو كان شغال في السد العالي، هو اللي قال عايزين الساتر ده نزيحه بيه الميه، مضفة الميه. فقالوا له طب الميه لما هتنزل التراب هيعمل طينه تحت، قالوا لا نجيب المشايات الصاك اللي هي بتتحط وتمشي عليها الجنازير وتمشي عليها، فطبعا كانت السلالم بتطلع بيطلع عليها السلالم، كانت بتخش بالظبط كده فتح. انا بتكلم على الترتيب والتنظيم اللي كان موجود، اي عمل فيه ترتيب وتنظيم جيد لازم يكون مقاله النجاح والنصر كما حدث في القطرس. المهم احنا عبرنا الحمد فضل الله ودخلنا منطقه اسمها عيون موسى، كنا يوم 6 بالليل وصلنا 7، لقينا قدامنا
خط برميخ نقطة الحصينة اللي كانوا بيسموها فيها المدافع اللي بيسألوا عليها أبو جاموس. ثلاث مدافع كبار جداً بيتحركوا إلكترونياً ببنت الفتح الإلكتروني، يطلعوا المدافع تضرب أي طوبة في الجزء ده تترمي على السويس لازم تعور بيت أو أي حاجة في السويس. ربنا وفقنا وقفنا حصرنا نقطة الحصينة، طبعاً عشان يفكوا نقطة الحصينة كانوا بيضربوا علينا طيران من 6 الصبح ل6 بالليل. فكنا نقول ايه تعلبن جه خلاص، من 6 الصبح ل6 بالليل ضرب مستمر من القاذفات. ارض عيون موسى ارض بتروليه وفيها حتت رخوه نزل فيها صواريخ ما انفجرتش. احنا بصينا على الصواريخ مكتوب عليها ميد ان يو اس اي يوليو 73 يوليو 73 واحنا في اكتوبر 73، يعني طالعه من المصنع على عندنا على طول. فقعدنا في عيون موسى وحاصرين النقطه الحصينه، هم بيضربوا علشان يفكوا الحصار بتاعها لان الناس اللي فيها قافلين الكترونيا بالابواب بتاعتها، لا قاذف اللهب عارف يفتحها ولا الابجات ولا اي حاجه عايزه تفتح الابواب بتاعتها هم كلهم. والنقطه دي كانت قيادة القطاع الجنوبي لعيون موسى لغاية شرم الشيخ، فكانت نقطة مهمة جدا طبعا عايشين فيها تحت، يعني احنا بنروح نزورها وبنعمل رحلات فيها. انا حاليا امين عام جمعية اصدقاء المحارب المصري، بنعمل رحلات للمواقع دي ولتبة الشجرة. اللي يحب ان شاء الله يبقى يشترك معانا نقول له على اللايك اللي عندنا بتاع الجمعية ويحضر معانا ان شاء الله. المهم ان القوات المسلحة وقت الفريق الشاذلي بعد التفاوضات الناس اللي جوه استسلمت، الناس استسلمت واحنا فعلا خدنا الموقع ده واستعملنا حتى الحاجات بتاعتهم. ان احنا كان بيجي لنا اكل يمكن مش موجود دلوقتي، شركه فينا وشركه قها تقريبا الشركات دي كانت بتعمل وجبات معلبات خضار باللحمه ورز باللحمه ومكرونه باللحمه وشاي بالحليب وشاي سادة وعدس وفول حاجات، يعني كنا فعلا في رمضان كنا صايمين مسلمين مسيحيين مسلمين مسيحيين كلنا صايمين. طبعا احنا ما كناش حاسين ان احنا هنعبر ولا هنقدر نعبر ولا هنقدر، 6 سنين قاعدين في الجيش، اللي زينا اتجوز وخلف وعيال دخلوا المدرسة واحنا لسه مش مصدقين ان احنا هنحارب. فبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما ذكرت قبل كده قعدنا في النقطة الحسينة لغاية ما استلمتها القوات المسلحة. يوم 19 تم انسحابنا من هذا المكان ورحنا ليه، قلنا هنخش القطاع الأوسط التدعيم دي اللي كان فيه قصر فيه عساف يابوري، إنما خدونا وقال لك اعبر القناة تاني الفرقة بتاعتنا كلها ونرجع على لغاية كيلو 100 ما بين كيلو 101 وكيلو 109. طب احنا راجعين ليه؟ بصدق الهجوم للثغره، قوات الثغره ما عرفتش تدخل الاسماعيليه لانهم خسروا خسائر فادحه في معركه ابو عطوه، حوالي اكثر من 17 دبابه اتدمرت في يوم وليله. اتحركوا الى منطقه جنيفا اللي قريبه من السويس عشان يخشوا السويس ويعملوا الحصار المزعوم الهيكلي اللي هم حطوا نفسهم في مصياده فيه عشان يتصوروا للاعلام، العلامه يقولوا احنا انتصرنا واحنا ركبنا المعركه. يوم 19 رحنا وصلنا الصبح على يوم 1 يوم 20 القائد بتاعنا قال لنا يا اولاد احنا جايين هنا عشان نموت، فنموت بشرف ونموت بكرامه. فعلا مع اول ضوء هنبدا نهجم، اول ضوء يعني بعد الفجر ما يشقشع كده الناس تشوف بعض نبدا الهجوم. دخلنا في معركة طبعا غير متكافئة، هم أقوى هم في مكان أعلى هم إمكانياتهم أقوى، بيضربوا على الفرد بدان الدبابة، بيضربوا على العربية بصاروخ، يعني عايزين ضروري يعدوا خط سكة الحديد عند كيلو 109 ويخشوا على طريق السويس ويعملوا الحصار بتاع السويس. قعدنا في معركة يوم 21 حتى يوم 22 صباحا. أنا كان معايا جندي في الدبابه بيطلع ايده كده بيشاور على واحد مرمي في الارض، في كرز بتاع
مؤخرا ايده. فنزلنا ثلاث طلقات، انا ومعايا واحد من السويس اسمه شير البلتاكي كان معايا، وواحد تاني من اسكندريه سعيد رحمه الله عليه. قلنا ننزل ناخد الابجيه ونحاول نلف، يعني نسكت المدفع اللي مصطاد ونشن على كل الامكانيات. انا كان معايا في الدبابه بتاعتي كنت بكتب يوميات مقاتل يوم بيوم، وكان معايا بعض الحاجات اللي كنت واخدها في الاشتباكات اللي عملناها في جنوب سيناء في موقع عيون موسى. يا دوب احنا نزلنا خدنا اول وثبه، طبعا الجماعه مش عارفين اول وثبه، الوثبه الثانيه الولد نشن علينا تنشين، يعني كان من نصيبنا، يعني مفيش حد اصيب ولا استشهد الا كان مكتوبه له القذيفه دي معمول عشان فلان هيتضرب بيها، دي معمول عشان فلان هيصاب بيها، فكل شيء كان مقدر ومكتوب. انا هخلص كلامي وهذكر قصه زميل لينا، اذكر قصه زميل شهيد. المهم انا اصبت في نفس اليوم، رحت مستشفى الميدان، كان هما بقى خلاص قربوا على طريق السويس. يوم 22 خلاص خط النار موجود ولكن الحرب شغال، هما ما كانوش يبطلوا. رحت للسريه الطبيه عشان يعالجوني، حد من المساعدين قال لا ده ياخد 8 غرز ويرجع. جه الدكتور قال لا ده لازم يتنقل المستشفى فورا حاليا، ما كانش في عربيه. جت عربيه بالصدفه حدفوني فيها، واحنا ماشيين عشان ندونا مستشفى اسمها الروبيكي مبنيه تحت الارض ما بين السويس. سيب المايك يا دكتور، سيب المايك احسن من غير مايك. ما بين السويس وما بين الماظه ركبنا عربيه الاسعاف، واحنا ماشيين عربيه الاسعاف معديين على المكان اللي كنا فيه اتضرب على عربيه الاسعاف اللي احنا فيها. فده مبدا عندهم، مفيش حاجه اسمها عربيات اسعاف من غير من عدمه، هم بيضربوا اي حاجه، يعني مفيش مبدا مفيش اي انسانيه فبيضربوا على حاجه. ضربوا عربيه الاسعاف، الحمد لله ربنا نجانا منها، ورحنا مستشفى الروبيكي. قعدنا في مستشفى الروبيكي وكان في رمضان لغايه بعد الفطار، طبعا بيعملوا لنا بعض الاسعافات الاوليه وشوف هيعمل ايه، هيقعد ولا هيرجع ولا ايه، روح مستشفى تاني. قالوا لازم تتنقل مستشفى الماظه. كان اخواننا البعد عملوا الحصار المزعوم اللي حطوا نفسهم فيه في المصياده بتاعه السويس، لان هم حطوا نفسهم ما بين الجيش التالت وما بين القوات اللي موجوده في قلب مدينه السويس. طب نتنقل ازاي مستشفى الماظه؟ ما فيش عربيات بترجع بقى، هم راحوا قفلوا الطريق، ما فيش عربيات رايحه ولا جايه. بعد المغرب ايه احد السواقين قال انا معايا عربيه نقل، عربيه زل من عربيات الزل اللي كانت في الجيش، قال انا هاخدهم. انا هنقلهم ازاي؟ ده الطريق مقفول. قال هنمشي من الجبل. طبعا حطينا 13 واحد على بعض، اللي دراعه مكسور واحد نايم عليه واللي رجله مكسور، يعني مع بعض بس ايه، المهم نوصل المستشفى. مشينا في الجبل حوالي ساعه ونص او ساعتين عبال ما وصلنا مستشفى الماظه. بدات المستشفى طبعا وقفونا في السكه المخابرات الحربيه، بدأوا يفتشوا العربيه يشوفوا مين موجود وايه اللي جاي من طريق السويس ده. فالمهم وصلنا لغايه مستشفى الماظه. طبعا كان مستشفى الماظه فيه امكانيات واستعدادات الجامده بقى، لان عارفين اللي جاي من الجبهه كله لازم يكون حد مصاب او ممكن ما يجيش حد في التوقيت ده في الحصار اللي كان موجود. الحمد لله ربنا اكرمني وعمل لي العمليه وقعدت في مستشفى المعادي 3 شهور. فكان اللي بيصاب بيخرج، قالوا لا بقى المفاوضات بقى كيلو 101 المفاوضات رجعت، محتاجين القوات تاني، فاللي عنده بتر بس اللي يخرج، اللي ما عندوش بتر يرجع. رجعوني، لما رجعوني ما رجعوش وحدتي بقى مع زمايلي، لا رجعوني قوات المدرعات. وقعدت قالوا انت سواق دبابه زيك سواق العربيه، تاخد سنه زياده. قعدت في سنه 74 والحمد لله خرجت بخير عشان اشوف حضراتكم. قصه صغيره بسيطه لاحد الشهداء، معلش يا قايده هاله. اتفضل يا فندم. قصه اسمحوا لي اقعد بس عشان ايه؟ ما اقفش كتير. كان معانا اللواء حاتم عبد اللطيف. طيب اسمه اللواء حاتم عبد اللطيف، كانوا مسمينه البلدوزر. اللواء حاتم عبد اللطيف احنا بنقابله كل شهر في مجموعه رجال من ذهب بتتعمل في مكتبه القاهره. كان في زميل توفى واتدفن في ارض سينا، وبعد ما دفنوه بسنتين او سنه ونص والد
الشهيد ابنه جاله في المنام وقال له أنا يا ريت حد ياخدني من مكاني. راح القيادة بتاع القوات المسلحة وكلمهم كان اللي هو حاتم لسه تقريبا ملازم نقيب. يا نقيب يعني شوف لنا الراجل ده دفن فين. قاعد يدور المكان. طبعا الدنيا اتغيرت، الجغرافيا كلها اتغيرت، المكان كله اتغير. فقال لهم دورت وما لقيتش. بعد شهر تاني الراجل جه قال لهم عايز النقيب حاتم. جابوه القيادة عم حاتم. الراجل ده بيقول ابنه جاله تاني وقال انا موجود في المكان الفلاني ويا ريت يقولي يمشوا جنب السور السلك ويلفوا مع السور السلك وبعد 20 خطوة على اليمين 2 متر هيلاقوه. كلفوا النقيب حاتم، خد مجموعة معاه وراح مشي على الخريطة اللي قالها أبو الشهيد. وفعلا بالبحث زي ما لهم على الخريطة لقوا الجثمان بتاعه زي ما هو ونقلوا الشهيد. رحمة الله على شهدائنا جميعا وعلى مصابين 73 وعلى المقاتلين. احنا بنقول احنا بنحتفل ب 73 وانا بقول واما بعد 73 في ايه؟ ايه المطلوب من شبابنا الحلوين الموجودين؟ ايه اللي مطلوب مننا؟ احنا مطلوب مننا التوعيه ومطلوب من شبابنا الاجتهاد والحفاظ على هذا النص. كل سنه وحضراتكم طيبين وانا اسف للاطاله على بعد إذن حضراتكم بنشكر طبعا القائد محمود المهرابي كقائد كشفي وكمحارب ومقاتل من قوات أبطال حرب أكتوبر المجيدة. وطبعا القصص كتير وهو عنده كتير بس هو بيختصر الوقت طبعا علشان إيه ندي فرصة لباقي السادة الأفاضل اللي معانا إن شاء الله إن هم يبدوا برضو يقولوا بعض مقتطفات من ذكرياتهم.